حضراتكم تابعتوا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعدة الدولة الشقيقة السودان في هذه المحنة وما مر عليها من سيول وفيضانات واللي أدت إلى مشاكل كثيرة جدا مرت عليها، وبدورها مصر كالمعتاد مساندة الأشقاء. معنا على الهاتف للتعليق الدكتور جمال رائف الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طبعا يعني سلوك معتاد من الدولة المصرية في مساندة الأشقاء تحديدا في مواجهة الأزمات والكوارث، الرسالة وراء هذه المساندة المصرية للسودان، وكيف يمكن قراءة كمان يعني أبعادها على مستوى العلاقات ما بين القاهرة والخرطوم؟ القاهرة والخرطوم علاقات ممتدة عبر التاريخ بالفعل، وهناك علاقة استثنائية بين مصر والسودان، والدولة المصرية كانت يعني أولى الدول المساعدة للسودان في محنتها منذ بداية هذه الأزمة المتعلقة بالسيول والأمطار الجارفة وإلى ذلك، والجسر الجوي الخاص بالمساعدات المصرية لم يتوقف للحظة، بل ظلت الطائرات المصرية طوال الوقت تذهب إلى السودان متحملة بالمساعدات سواء الغذائية أو الطبية أو العينية. وأيضا الآن نتحدث عن القوات المسلحة المصرية، هذه المؤسسة المصرية العظيمة أيضا تساهم في استراتيجية مصر تجاه مساعدة الأشقاء، وتدفع بمنظومة للخبز أو صناعة الخبز الميداني لمساعدة الأشقاء في السودان. هذه هي مصر الشقيقة الكبرى التي دائما تمد يد العون لأشقائها يعني الاستثنائيين كمان، لان السودان زي ما قلنا لها علاقه خاصه مع الدوله المصريه، وكان هناك نوع من انواع المساعدات الاستباقيه من الدوله المصريه للسودان منذ بدايه الازمه. دكتور جمال، في الحقيقه اللافت للنظر يعني هي ليست فقط مساعده يعني على الجانب الانساني، وزي ما مصر دايما يعني بتساعد اشقائها من الدول العربيه والمسانده في الازمات والمحن، الفكره ان في معالجه لمشكله الخبز، في ارسال لفرنين ده من اصل 10 علشان يعني محاوله ل يعني تطوير منظومه صناعه الخبز في السودان، وده اللي صرح بيه وزير التجاره والصناعه. كيف رأيت هذا الموضوع؟ كيف رأيت حل الموضوع بشكل جذري ليس فقط على مستوى المساعدات المادية العادية؟ ده أمر مهم جدا، أنك بتبعت مساعدات أو بترسل مساعدات للسودان، هنا بتبحث عن أولوية الاحتياج لدى المواطن السوداني، وهذه هي دلالة أن مصر يعني فقط لا ترسل مساعدات لمجرد المساعدات، ولكنها بالفعل تريد أن تساعد الشعب السوداني من حيث دراسة أولوياته، و اعتقد ان هذه المخابز سوف تساهم بشكل كبير جدا في حل ازمه الخبز، لان السودان من البدايه يعاني من مثل هذه الازمه، وبالتالي مع وجود الان ايضا سيول وامطار وفيضانات الازمه تضاعفت، وبالتالي هذا المجهود سواء من وزاره التموين او طبعا من القوات المسلحه المصريه مجهود مشكور ومقدر، وياتي في صميم حل الازمه او مساعده في حل الازمه. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.